على الرغم من تصاعد النزاع المسلح بين حماس وإسرائيل، قررت شركة طيران من إسرائيل الحفاظ على رحلاتهما التي تخدم الخط بين مراكش وتل أبيب. وبحسب المعطيات المتوفرة، فقد حددت شركة العالي وأركيا 17 رحلة جوية بين المدينتين خلال هذا الأسبوع، منها 8 وصول إلى مطار مراكش المنارة الدولي مقابل 9 مغادرة. وستنقل هذه الرحلات التي تديرها طائرات بوينغ لشركة العال وإيرباص لشركة أركيا ما بين 174 إلى 239 راكباً. جدير بالذكر أنه من الجانب المغربي، قد أوقفت الخطوط الملكية المغربية الرحلات الأسبوعية الست التي تربط بين الدار البيضاء وتل أبيب منذ اندلاع الأعمال العدائية في 7 أكتوبر. ويظل هذا التعليق ساري المفعول حتى 19 من الشهر.